بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه المجالس المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا الكتاب المبارك الموسوم بمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد ختمنا الدرس السابق بمسألتين مهمتين هما من أهم مباحث مفهوم المخالفة. الأولى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من موانع المفهوم، وهو عبر عنه بالشرط، قلنا بأن الشرط والمانع يتقابلان، فعدم المانع شرط وانتفاء الشرط منع. فهو ذكر جملة من شروط العمل بالمفهوم، وإن شئت قلت جملة من موانع العمل بالمفهوم، أي شروط المفهوم، شروط العمل بالمفهوم، ما يخالفها هو موانع العمل بالمفهوم. وذكر يعني جملة من الموانع، ذكر أهم الموانع ولم يستوعبها جميعا، وتلك الموانع أشار إليها صاحب المراقب بقوله ودع إذا الساكت عنه خاف، وهذا لم يذكر أن يكون الكلام خرج مخرج الخوف، كأن يقول حديث عهد بإسلام أعطي هذا المال، أعطي هذا المال لأولئك، أو أعطي هذا المال للطلبة المسلمين دون غيرهم، والحال أنه يصح إعطاؤه شرعا للمسلمين وغير المسلمين. فإذا وجدت قرينة تدلنا على أنه إنما قيد خشية أن يساء به الظن، أن يطعن في دينه وإيمانه، أن اليقين لم يرسخ في قلبه، أنه ما زال مائلا إلى قومه، يعني يريد أن يدفع هذا عن نفسه، فلا عبرة بالمفهوم، لأنه إنما قيد لم يقيد للإخراج، وإنما قيد لمعنى أراده. وقلنا هذه الموانع كلها نكتتها أنه متى ما لاح معنى ظاهر عمل به، لأن المفهوم معنى خفيون، ولا إذا الساكت عنه خاف أو جهل الحكم، كأن يكون جاهلا بالمسكوت عنه، يكون جاهلا بالمسكوت عنه، كأن يسأل فقيه عن حكم عن زكاة الغنم السائمة فيقول في السائمة زكاة، والحال أنه يجهل المعلوفة، فأنا لا يؤخذ منه المفهوم. ودع إذا الساكت عنه خاف أو جاهل الحكم، أو النطق انجلب للسؤال، ذكره هو أو جارين على أن يكون جوابا لسؤال، صحيح جابوا في صلاة الليل مثلا أو في غيرها للسؤال، أو جارين على الذي غلب، أو امتنان، وما ذكروش. من موانع اعتبار المفهوم أن يأتي النص في سياق الامتنان، تأكل منه لحما طريا، مفهومه أن غير الطري لا يؤكل، لكن هذا لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الامتنان، ولأنه في مقام الامتنان تذكر الأفراد الكاملة، يذكر أحسن الأفراد، لا يمتن إلا بالأكمل والأفضل، وهذا لا ينفي أن ما هو دونه مباح وجائز. ودع إذا الساكت عنه خافا، هذا دليل لانخطاب ضافا، ودع إذا الساكت عنه خافا وجاهل الحكم،
أو نطق جلب للسؤل أو جري على الذي غلب أو امتنان أو وفاق الواقع ذكرناه، ذكره المؤلف. والجهل والتأكيد عند السامع، الجهل أن يكون السامع جاهلا فيعلمه ما يجهله، هذا قريب من بعض ما سبق. والتأكيد عند السامع ذكره بصيغة أخرى، يكون الكلام خرج مخرج تهويل الحكم وتعظيم الأمر، هذا التأكيد عند السامع. كذلك أنواع المفاهيم كثيرة، وذكر منها سبعة، وما ذكرش الحصر، لم يذكر مفهوم الحصر. وذكرنا المفاهيم كلها في قول صاحب المراقي: وهو ظرف علة وعدد ومنه شرط غاية تعتمد، والحصر والصفة مثل ما علم من غنم سامت وسائم الغنم ضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. ما ذكرش الحصر العلة، الحصر مثلنا به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما ما كان تحت الطوق فهذا مما يمكن التكليف به، وهو أعلى أنواع المفاهيم لتردده بين المنطوق والمفهوم. أعلاه لا يرشد إلا العلماء فما لمنطوق بضعف انتمى. والنوع أيضا آخر اللي هو العلة، أعطي فلانا لحاجته، أعطي فلانا لحاجته، مفهومه هو أنه إذا وجد غير محتاج فلا يعطى، هذا يسموه مفهوم العلة. هذا ذكرناه كالتكميل لما قاله المؤلف وبينه وشرحه وأحسن تقريره رحمة الله عليه. نعم. يقول العلامة الشريف التلمساني رحمه الله تعالى في مفتاح الوصول: القسم الثاني من أقسام المتن الفعل. القسم الثاني من أقسام المتن، تقدم معنا بأن المتن قول أو فعل أو تقرير. ما يتعلق بالقول قد مضى، مباحث الأقوال تقدم الكلام عنها، وهي من أوسع إن لم تكن أوسع، وهي من أطول إن لم تكن أطول، بل هي أطول مباحث علم أصول الفقه. تكلم عن القول، وسيتكلم عن الفعل، عن الفعل النبوي. وأعني بذلك فعله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وما يتعلق به من المسائل الأصولية. وقد تقرر في أصول الدين عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن المعاصي. بدأ بمسألة عصمة الأنبياء، وقد جرت بذلك عادة الأصوليين أن يصدروا بالحديث عن عصمة الأنبياء قبل الكلام عن الفعل النبوي، وذلك أن عصمة الأنبياء والمرسلين، عصمة الأنبياء والمرسلين مما يستند إليه في باب التشريع. ولماذا يذكرون عصمة الأنبياء قبل الحديث عن الفعل؟ لأن حجية الفعل، لأن ما يتعلق بالفعل من التشريع أساسه عصمة الأنبياء، فنحن مأمورون بالاقتداء والائتساء بالأنبياء والمرسلين عموما، وبسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى عن حق الأنبياء: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فلأن عصمتهم أمر يستند عليه في مسألة التشريع، أن الله تعالى جعلهم أسوة وقدوة، أسا وقدى للبشر، فلو جزع عليهم العصيان وقع التنافي بين جواز العصيان عليهم وكون أفعالهم محلا للقدوة والأسوة، لو جاز عليهم العصيان، فنحن مأمورون بالاقتداء بهم عموما، وهذا يعني الاقتداء بهم في الطاعة والمعصية، وهذا
لا تجيء به الشريعة. فهم يبدأون مسألة عصمة الأنبياء لأنها أساس الاستدلال في مباحث الأفعال، كتبوا هكذا، لأنها أساس الاستدلال في مباحث الأفعال. وإن كان الأصل في هذه المسألة أن تذكر في كتب أصول الدين، هي من مباحث العقائد، مسألة عصمة الأنبياء محلها كتب العقائد، وهي مبسوطة مشروحة موضحة في كتب العقائد وأصول الدين. أما معنى العصمة، عصمة الأنبياء معناها الحفظ. أصل معنى العصمة في اللغة الحفظ والمنع، ولها في الشريعة معنيان: عصمة واجبة وتختص بالأنبياء والمرسلين، وعصمة جائزة وهي لكل من شاء الله سبحانه وتعالى عصمته. المبحث هنا يتعلق بالعصمة الواجبة، وهي المنع من المعصية، يعني حتى لو أراد أو هم بذلك فإنه يمنع ويحفظ من الوقوع في تلك المعصية، هي عصمة واجبة، عصمة واجبة الأنبياء، هي من الأوصاف الواجبة. وأوجب للأنبياء الفطانة والصدق والتبليغ والأمانة، هذه الأمانة. وأما العصمة الجائزة فهي ثابتة للأنبياء والمرسلين ولغيرهم. معنى الحفظ العام كما جاء في حديث عائشة في حادثة الإفك، لما تكلمت عن زينب بنت جحش أنها لم تخض بخلاف غيرها، قالت إلا ما كان من زينب فقد عصمها الورع. عصمها بمعنى منعها فقط، بمعنى اللغوي. وهذا ما يدعو به العلماء والصالحين: اللهم عصمنا من الزينب، يحفظنا يحفظنا. إذن العصمة لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. عصمة جائزة وهذه لا تختص بالأنبياء والمرسلين، عصمة واجبة وهي التي تتعلق بالأنبياء والمرسلين. الأنبياء معصومون أم لا؟ مسألة خلافية وفيها كلام طويل، لكن جماهير العلماء على أنهم معصومون في الجملة، معصومون من المعصية. وإذا أردنا التفصيل في المسألة فما تتعلق به العصمة خمسة أشياء، فمنها أمور هم معصومون منها بالإجماع بلا خلاف. فأولا الكفر، الأنبياء والمرسلون معصومون من الكفر بالإجماع بلا خلاف، فهم المبلغون عن الله رسالاته. قلنا العصمة تتعلق بخمسة أشياء: الأول الكفر، هم معصومون من الكفر إجماعا بلا خلاف، معصومون من الكبائر إجماعا بلا خلاف، كبائر الذنوب هم معصومون منها بالإجماع بلا خلاف، الكذب على جهة الخصوص معصومون منه بلا إجماع، لأن الله سبحانه وتعالى نص على تصديقه، ولأنه لو جاز عليهم الكذب لسقط الاحتجاج بالرسالات والنبوات رأسا، بل لأنهم أيدوا بالمعجزات فالمعجزة دليل صريح في أنهم صادقون، لأن المعجزة إنما أيدوا بها لإثبات صدقهم وأنهم غير كاذبين، لا يجوز عليهم الكذب. ولذلك العلماء ينصوا على الصدق في مباحث العقائد: أوجب للأنبياء الفطانة والصدق، الصدق والتبليغ والأمانة. الأمانة تكفي، يعني العصمة من جميع المعاصي، لكن الصدق على جهة الخصوص، والذي جاء بالصدق وصدق به. ولأن المعجزة برهان صدقهم، معجزة جنه أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، ألا تعرف معجزة؟ أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، سالم من المعارضة، يجريه الله تبارك وتعالى على يد النبي أو الرسول تأييدا له. وبعد يزيد الشرح: وهي بمثابة قول الله صدق عبدي فيما يبلغ عني،
وبرهان صدقه أنني خرقت له هذا الناموس وهذا النظام. يقول سيدنا ابن عاشر رحمه الله: إذ معجزاتهم كقوله سبحانه وتعالى، كقوله: وبر صدق هذا العبد في كل خبر. ما برهان صدقه؟ أنني أيدته بهذا الخارق العظيم. فهم معصومون من الكفر إجماعا، من الكبائر إجماعا، من الكذب إجماعا، من صغائر الخسة إجماعا. إن صغائر يقولون لها صغائر الخسة، أصلها صغيرة لكنها في حكم الكبيرة، لأنه لا يقع فيها إلا رقيق الديانة كالتطفيف بحبة. التطفيف حبة صغيرة، ويش رأيك تنفعك هذه الحبة؟ يطفف على الناس كمثلا كالغش بدينار، دينار جزائر، هي يتعمد هذا، هي جاتك مثلا ألف الياض يعني يزيد دينار شوية. هذه صغائر الخسة، ولا يعني لا يقع فيها إلا أصحاب النفوس الخسيسة والوضيعة، يعني مستعد أن يبيع دينه من أجل شيء يسير وقليل، هو معصومون منها بالإجماع. وتبقى الأخير الخامس وهو الصغائر، هي اللي محل الخلاف. الصغائر محل الخلاف، هل هم معصومون من الصغائر؟ الجمهور على أنهم معصومون منها، وكل دليل يوهم غير ذلك فإما غير صحيح أو متأول أو محمول على الخطأ وليس على المعصية. هذا من الجوابات، متأول هذا يدخل في التأويل، هو محل البحث في جواز المعصية الصغيرة على الأنبياء والمرسلين بعد النبوة والرسالة، هو قبل النبوة لا يوصف بأنه نبي ورسول، محل ذلك بعد النبوة والرسالة. طائفة من العلماء تذهب إلى جواز ذلك، وستدلوا ببعض الظواهر واردة في القرآن وفي السنة، لكن تلك الظواهر عليها جوابات كثيرة. نبدأ بأقوى دليل، يعني تعرف الأدلة، أدلة المخالفين هنا مراتب. أقوى دليل: عصى آدم ربه فغوى، قال لك تصريح بالعصيان، هذا قبل النبوة، بحثنا بعد أن كان أنزل الأرض ووحي إليه، هذا قبل النبوة والرسالة. وهناك جوابات أخرى. أما سائر الأدلة فهي متأولة، إما لا تصح، وإما متأولة، وإما هي أخطاء وليست في عداد المعاصي والآثام. يجيب لك: فوكزه موسى فقضى عليه، يعني وكزه على أنه يستحق الوكز، يعني ما فيش يعني شيء صريح، دفعه فكان قوي موسى عليه السلام. وهكذا سائر النصوص: لقد همت به وهم بها، ليس صريحا، يعني حتى لو قلنا بظاهره فالهم لا يؤخذ به، يعني لو قلنا بظاهره هم حقيقة وهذا فيه نظر، فالهم لا يؤخذ به الإنسان. مراتب القصد خمس هاجس ذكروا: فخاطر، فحديث النفس فاستمع، يليه هم فعزم، كلها رفعت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقع. الإثم يتعلق بالعزم على الفعل، والعزم فوق الهم، مجرد الهم لا يؤخذ به الإنسان، بل إذا هم الإنسان بشيء بمعصية ثم تركها لله فهو مأجور على ذلك الترك. جيبوا يعني عامة ما ورد قلت لكم متأول، عفى الله عنك لما أذنت له مثلا، ليس صحيح، خلاف الأولى، خلاف الأولى. ما كان لنبينا يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، ما نقولهاش، تحب تقولها أنت تقولها، أنا أقول هو خلاف الأولى، وقع عتابا على أنه خلاف الأولى فقط، يعني من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، فلأنه صلى الله عليه وسلم سيد الرجال وجوهرة الكمال حمل الأعباء الثقال، يعني على قدر التشريف يكون تكليف. عتاب العالم ليس كعتاب الجاهل، عتاب المتعمد ليس كعتاب الناس والمخطئ، فعتاب المقرب ليس كعتاب غيره،
يعني ما يكون جائزا في غيره، لكن هو لرفعة مقامه صلى الله عليه وسلم قال له لا، هذا كان ينبغي أن يقع هذا، مع أنه جائز. هو قال له استأذنك لبعض شأنهم فأذن، أذن، قال له إذن، لكن هو في ذلك المقام عفى الله عنك لما أذنت له. شوف التصدير في الرحمة واللطف الإلهي بنبيه صلى الله عليه وسلم، شوف هذا كيف يعلمنا الحق تبارك وتعالى الأدب مع نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول عفى الله عنك لما أذنت له، عافى الله عنك. للحديث الصلاة إن شاء الله تعالى بعد الأذى. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، محمد الوسيلة والفضيلة، وعفو الله المقام محمودا الذي وعد. أشهد أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فقلنا بأن يعني ما من دليل يوهم جواز العصيان على الأنبياء والمرسلين فهو إما غير صحيح أو متأول، أو متأول يعني حمله على الخطأ، هذا تأويل، يعني حمله على الخطأ أنه ليس معصية أصلاً، ليس معصية. وذكرنا بعضاً من الأدلة، يقول المقري رحمه الله أولاً بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هم بها، وكون والد الورى قد أكلا، وما سوى ذلك مما أشكلا. الحاصل أنهم معصومون من العصيان، معصومون من عصيان الأنبياء. قال في المراقي والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرافع. حتى المباحات التي يفعلونها لا يفعلونها على أنها مباحات، بل يفعلونها للتشريع ولبيان الأحكام، كما جاء في الحديث إنما أسهو لأسنة. نسيانه صلى الله عليه وسلم فيه تشريع.
ونية الزلفى من الرفيع، نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هذا المقام هو مقام الأولياء، يعني أن يصير المؤمن العاقل الموفق عاداته عبادات بحسن النية، فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ وهكذا. فالحاصل أن الأدلة العصمة قوية جدا كما هو مذهب الجمهور، ولم يكونوا صادقين لا لزم أن يكذب الإله في تصديقه، هذا باطل. لو انتفى التبليغ أو خانوا حتم أن يقلب المنهي طاعة له، هذا باطل أيضا. نحن مأمورون بالاقتداء بهم والائتساء بهم صلوات الله وتسليماته عليهم. فهذا هو الحاصل باختصار. قلنا حتى فعلهم للمباحات شيء للتشريع لبيان أنه مباح، هم يجرون عليك. ونية التقرب من الله تبارك وتعالى، حتى المكروهات، فعل المكروهات محمول على التشريع، محمول على التشريع كما قال في المراقي: وربما يفعل للتنزيه، عفوا، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الشرب قائما وشرب قائما عليه الصلاة والسلام لكي يوسع على أمته، فهموا بهذا النهي خلاف الأول، يعني نهي كراهة كما جاء في حديث علي أنه شرب عليه الصلاة والسلام قائما. وبعضهم بعض الفقهاء قيد ذلك بحال الزحام، وهذا محل نظر، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرب قائما، ولما اعترض عليه استدل بالحديث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، يعني ولم يقيده بالزحام. وأما ذيك تاع القب، هذاك بيان وجه الكراهة، وبيان وجه الكراهة لا يعني الارتقاء بها إلى تحريم. وجه الكراهة أنه الشيطان شرب معه، مفيش شرب الشيطان معه ليس نصا في التحريم، بل بيان لوجه الكراهة، هكذا يقول شيوخنا. هكذا يقول الشيوخ، هذاك بيان لوجه الكراهة، مسألة فيها سبب. ذاك الجمهور يقولون بالكراهة، وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب، نهى عن الشرب من فم القربة وشرب من القربة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قول سيدي: فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا علمنا أنه غير معصية. هذا أقل ما يفيده الفعل النبوي، أي شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه غير معصية، لأن المعصية محال عليه. قد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب. هذا بعد الطهور في الدرس القادم أجيب عنه. الجواب عنه يسير لكن شوش. قول: وقد اختلفت في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء، وأشهرها القول بالوجوب، وحكاه ابن خويز منداد عن مالك وقال: رأيته في موطئه يستدل بأفعاله كما يستدل بأقواله. بعد أن تكلم عن مسألة عصمة الأنبياء، شرع في الحديث عما يفيده فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بأن أقل ما يفيده فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه ليس معصية، لأنهم معصومون من المعاصي. فإذا تجرد هذا الفعل عن القرينة المرجحة، فعلى أي حكم يحمل؟ هنا هذا محل خلاف بين الأصوليين. ما الذي يفيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم المتجرد عن القرينة المرجحة؟ لأن الفعل النبوي قد تقترن به قرينة ترجح الوجوب، أو قرينة ترجح استحباب، أو قرينة ترجح الإباحة، وهكذا. فإذا تجرد عن كل دليل أو قرينة، فعلى ماذا يعني ما هو الأصل في الفعل النبوي؟ هذا فيه خلاف طويل عريض، خلاف طويل عريض. الجمهور أنه يفيد الاستحباب، أنه يفيد
الاستحباب ولا يرتقي إلى الوجوب. ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب عدد من المحققين بالمذهب كابن القصار وغيره، وقال به بعض الشافعية وبعض الحنابلة، قالوا يفيد الوجوب، فعله صلى الله عليه وسلم محمول على الوجوب، وذكروا لذلك وجوها من الاستدلال. تسمعوا هبلك تقتنعوا بها. ويرى هؤلاء أن فعله يدل على الوجوب من قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والأمر للوجوب. الأمر للوجوب، فاتباعه صلى الله عليه وسلم واجب في الأقوال والأفعال والأحوال. فاتبعوني يحببكم الله، والأمر للوجوب. نعم. زيد. ومن قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه، والأمر للوجوب. ما آتاكم من قولي أو فعلي أو تقريري أو حالي عنه صلى الله عليه وسلم، فالواجب الأخذ به والعمل به. نعم. والتحقيق أنه إن ظهر التحقيق قبل التحقيق. هاتان الآيتان يعني تكلم العلماء في تفسيرهما وأجابوا عن هذا الاستدلال بجوابات، حصلها أن هاتين الآيتين ليستا صريحة في دلالة فعله صلى الله عليه وسلم على الوجوب. أما آية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل للمعنى الذي فعل، وهذا ينسحب على الواجبات والمستحبات والمباحات. الآية لا تستغرق كل أفعاله بالإجماع، إذ من أفعاله صلى الله عليه وسلم ما هو مباح بالإجماع، ومنها ما هو مستحب بالإجماع، فلا يصح الاستدلال على كل فعل. فمعنى الاتباع أن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم، تبعوه يعني تبعوه اتباع، يعني أن نقتدي به، أن نفعل مثل فعله، أن نفعل مثل فعله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي فعل. صلى الظهر أربعا، نصلي أربعا، صلى المغرب ثلاثا، نصلي ثلاثا، وهكذا وهكذا فيما يتعلق بالمستحبات للمعنى الذي فعل. لأنه صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو ليس مشرعا إلا بإذن من الله، هو لا يشرع إلا بوصف النبوة والرسالة، فهو من جهة محكوم بهذه الشريعة مثلما أمته وأتباعه محكومون بهذه الشريعة، فراجع الأمر إلى الدلالات الأخرى، راجع الأمر إلى الوحي من الله سبحانه وتعالى. ثم زد على ذلك أن كثيرا من أفعاله صلى الله عليه وسلم دلت الأدلة والقرائن على أنها غير واجبة، ومن شأن الأصل في الأصل أن يكون غالبا، الأصل في الأصل يكون هو الغالب، لكن نجد أن أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المتجردة عن القرينة الموجبة في غالبها هي تدور بين الإباحة والاستحباب. كيف؟ حزال هذيك وحدها، لأنه هو سيأتي التفريق أنه بين أفعال التي للتشريع والأفعال التي هي من باب العادات والجبلات. هنا البحث الحقيقي كما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن دقيق العيد وإن لم يصرح باسمه، يعني هذا ذكره ابن دقيق وغير واحد، ومحل خلاف عند التحقيق في الفعل الذي فعل على جهة القربة، أما ما فعل على جهة الجبلة أو العادة فخارج عن هذا البحث. وإما الحاصل أن هناك وجوها أجيب بها عن هذا الاستدلال. وأما آية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا، وما آتاكم الرسول صحيح يعم كل ما جاءنا به عليه الصلاة والسلام، لكن هناك قرينة تدل على أن هذا المأتي به إنما هو الأقوال وليس الأفعال، بدليل آخر الآية وما نهاكم عنه فانتهوا، أي والنهي لا يكون إلا بالقول، ففهم أن ما آتاكم الرسول مما قاله لكم، هذا توجيه ولأدلة أخرى على كل حال. فلما قابله بالنهي علمنا أنه لم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولأن أفعاله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، فلو كانت يعني للوجوب صراحة لوجد الدليل الصريح في ذلك. للحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، والحمد لله رب العالمين.